السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب، اليوم يوم جديد وجولة جديدة من جولات قناة أقوى العروض في السعودية. والجولة بتاعتنا النهاردة هتكون من أمازون السعودية، كل شيء بخمسة ريال. النهاردة هنعمل جولة حلوة إن شاء الله. الناس كتيرة طلبت منا ان احنا نعمل جولات تاني في امازون السعودية، وفي حاجات احنا مصورناهاش هنصور النهاردة، هتكون جولة جميلة جدا جدا. تابعونا لاخر الفيديو، يلا بينا نشوف اقوى عروض الامازون واسعار الامازون الحلوة جدا. هنا عرض قوي جدا، كسرنا الاسعار. الاسعار دي بريال وربع على حاجات معينة، مثلا هنا حبة بريال وربع، كسرنا الأسعار هنا في الأمازون على ريال وربع يا جماعة. الحاجات دي حاجات خشبية كلها، حاجات خشبية عرض خاص. الحاجات دي كلها على ريال وربع، تكسير الاسعار هنا في الامازون ريال وربع الحبة. وفي هنا كسرنا برضو الاسعار، الحبة باتنين ونص، الحبة باتنين ونص. يعني في عروض قوية جدا في الامازون يا جماعة. الصواني برضو احجام كبيرة واشكال مختلفة، في حجم زي كده مثلا الشكل اللي مرسوم عليه ده، في حاجات سادة، دي حاجات سادة وحجم كبير، حجم صغير، في دائري، في مستطيل. في اشكال زي كده برضو، دي صواني تقديم برضو هنا بلاستيكية الوان. ده الفيديو ده بنشوف فيه الصواني، شايفين اشكال عاملة ازاي، في الشكل البينك ده، وفي البيج، وفي البرتقالي. طبعا ده كله ده بخمسة ريال 75، ده السادة الكل. في الوان برضو هنا، برضو دي اطباق، دي حلوة، دي بمناسبة رمضان عليها رسومات كده رمضان، هي الفوانيس الصواني اللي هي بقى بمناسبة رمضان هتلاقوها موجودة من الأيام دي، هتلاقوها موجودة. في برضه دي شكلها حلو جدا. في برضه صواني كده الشكل الزيتي ده، في اطباق هنا برضه، الاطباق هنا اللي هي نازلة عرض دي، اتنين مع بعض بخمسة ريال، وفي طبق واحد وفي طبقين، دي كلها الاتنين مع بعض. في برضه الصواني هنا، مجموعة الصواني دي، انا بنشوف الصواني دلوقتي، دي اشكال الصواني كلها اللي موجودة في الامازون. في شكل ده جميل جدا، شايفين الشكل ده عامل ازاي، شكلها حلو جدا. البنت ده بالورد اللي عليها دي شكلها حلو جدا. في شكل تاني برضو هنا، اشكال حلوة حلوة جدا. اللي عليها ورد دي جميلة جدا جميلة جدا جدا. دي كل اشكال الصواني اللي موجودة، صواني التقديم دي كلها شكلها حلو جدا جدا. في اللي هي خاصة برمضان دي برضو، في الاطباق دي برضو حلوة،
البقدونس بدور بقى على المصفى. في انواع كتيره هنا، في احجام مختلفه، في الحجم الكبير والحجم الصغير. دي مصفى في برضه حاجات زي كده. في اطباق برضه صغيره دي، فيها هي المصفى دي، هي مصفى استلس، مصفى استلس للخضروات برضو. في انواع كتير منها، في انواع كبيرة وفي انواع دائرية وفي انواع مستطيلة. دي مثلا اهو، هي انواع زي دي كده. هنا في المصفى موجودة، هنا في استانلس، وفي انواع كبيرة وفي انواع صغيرة. في الامازون هنا برضه ورود على الاطباق. هنا دول التلاتة بخمسة ريال، تلاتة بخمسة ريال، وفي الاربعة بخمسة ريال، في تلاتة وفي اربعة وفي اتنين بخمسة ريال. دي كلها عروض خاصة في الامازون. هنا في الاربعة، دول اربعة خمسة ريال، خمسة وسبعين هدف. هنا برضو اربعة، ده اربعة، في اربعة وفي تلاتة. الكبير ده تلاتة، الكبير ده اربعة كمان اهو، اربعة، اربعة بخمسة ريال، خمسة وسبعين هدف الاطباق ده. عروض قوية جدا في الامازون على الاطباق. انا برضو هنا دي الاطباق الكبيرة دي، الاتنين حبة بخمسة ريال. قسم اواني السيراميك، في حاجات زي كده، في تشكيلة حلوة جدا في اواني السيراميك، حاجات زي كده. دي اربعة مع بعضيهم بخمسة ريال، وفي دي الاتنين بخمسة ريال من ديت. دي هنا اوضح مثلا، هتبان هنا اوضح. دي حاجات كلها سيراميك، في برضه اشكال زي كده واشكال زي كده، كلها دي حاجات سيراميك. في هنا السكرية دي، السكرية الازاز دي، في انواع كتير من السكرية، لها انواع مختلفة. وفي اطباق برضو هنا من الازازة اهي. قسم اواني السيراميك اللي احنا بنصور فيه دي، حاجات كلها من السيراميك اطباق. حاجات زي كده برضو موجودة هنا للناس بقى اللي بتدور على الحاجات دي. اواني مكتوب عليها اواني منزلية، اواني منزلية في الامازون هنا، الواحدة بخمسة ريال، خمسة وسبعين هدف. حاجات في حلل صغيرة كده، حلة صغيرة هي، في ناس بتحب تدور على الحاجات دي. في هنا دول ثلاثة مع بعض، دي حاجات ألمونيا، المفروض ان هي ألمونيا ولكن خفيفة جدا يعني. دي الحاجات دي برضه موجودة هنا، هنا حاجات دي ودي
هي ممكن بنحفظ فيها السمنة أو الزبدة ولا إيه بالظبط؟ مش عارف. في برضه هنا ألواح التقطيع دي ألواح تقطيع الخضروات برضه هنا موجودة. أيوة، خضروات أو اللحمة أو حاجات للتقطيع يعني. في المستطيل منه وفي الدائري. أدوات كمان للمطبخ هنا يعني موجودة، حاجات كتير جدا، هي أنواع مختلفة. دي مرسوم عليها دورة يعني خاصة بالدورة. في دي مبشرة مثلا، اهي تلاتة مع بعضيها. كلها دي أدوات للمطبخ. دي تقطيع تفاح، دي في أخضر وفي أحمر، اهي مرسوم عليها تفاح، هو تقطيع التفاح. في مبشرة برضه هنا، اهي في معالق. في الشوك والمعالق هنا، حجم كبير وحجم صغير. في دي ولاعة غاز. ولاعة غاز دي مبشرة. مبشرة يدوية مع الحافظة بتاعتها. مبشرة يدوية مع الحافظة. دي معالق كبيرة وصغيرة وشوك برضه هنا موجودة، اهو دي سكاكين ومعالق. كل ده في الأمازون يا جماعة ب5 ريال. تطقم أدوات مطبخ. شايفين المعالق الصغيرة دي، معالق ذهبي شكلها حلو جدا. برضه هنا في حاجات تانية خاصة بالمطبخ، أدوات الطبخ هنا والمطبخ. في هنا دي مخرطة الملوخية، هي في سكاكين كمان، أنواع كتير جدا من السكاكين. دي مجموعة شوك ومعالق، وفي فتحات وقطعات هنا، شوك صغيرة وكبيرة. السكاكين دي الحاجات كلها دي أدوات للمطبخ. أصغر مقاس كام؟
كلها بقى انا سايبكم كده تشوفوا بقى. هي دي معلقة مقاومة للصدأ، برضو في حاجات هنا مجموعة برضو هنا نشوفها مع بعضينا. معالق برضو اكتر حاجة هنا المعالق والسكاكين، معالق والسكاكين. دي ايه بقى دي؟ هنا السكاكين بقى، هنا انواع كتيرة من السكاكين. هنا سكاكين في نوع بقى مشرشرة هنا، وفي نوع حادة، في انواع الوان، انواع كبيرة، انواع صغيرة، كلها دي سكاكين. دي معالق ذهبية كلها، هي معالق كبيرة وصغيرة وشوك. نشوف بقى قسم تاني احنا حبينا ان احنا نوضح كده بالصورة لكل الناس الحاجات برضو اللي موجودة فيه. الاركان كده تلاقي الحاجات دي موجودة في الاركان كده، محدش واخد باله منها. دي مبشرة صح؟ دي مبشرة، مبشرة موجودة هنا كمان، هي المبشرة. في حاجات كتيرة موجودة حلوة هنا في الأمازون. محافظات المطاعم. حافظات الطعام، في حافظات طعام بلاستيكية هنا، حافظة طعام، هي حافظة طعام هندي دائري دي بخمسة ريال. دي حافظات للطعام، في دائري وفي مستطيل برضو حجم كبير برضو زي كده. دي كلها حافظات للطعام. ده كتب لك هنا المقاس الأكثر بيعا، ده حجم كبير هنا. دي كلها حافظات طعام بلاستيك، في برضو زي كده مستطيلة كبيرة، في أحجام صغيرة وأحجام كبيرة، في أشكال بقى تانية، في حاجات زي كده. دي حافظات الطعام اللي هي البلاستيكية. وفي هنا انواع برضو تانية هنا، دي اتنين مع بعضيهم خمسة ريال. واحد زائد واحد هنا، زيادة واحد زائد واحد اللي هنا. دي حاجات منظمة بلاستيكية وحافظات طعام بلاستيكية وحاجات للخضروات والمطبخ، كلها دي حاجات بلاستيكية زي ما احنا شايفين. في برضو أطباق هنا، دي أطباق، دي أطباق. أطباق تقديم دي مكسرات أو حاجات زي كده مرسوم عليها مكسرات وفاكهة. في برضو حاجات كده للفاكهة برضو دي.
في هنا منظمات برضو، هنا دي منظمات كلها. ايه دي شكلها حلو جدا. شايفين دي شكلها جميل خالص. دي علبة غسيل، مكتوب عليها علبة غسيل، دي علب للغسيل، علبة غسيل. دي برضه حاجات زي كده، دي دول تلاتة مع بعضيهم. دي سلة فواكه مدورة، تلاتة حبة سلة فواكه مدورة، تلات حبات مع بعضيهم. كل حاجة مكتوب عليها يعني. دي برضو ايه، دي حافظة مدورة رقم 5. كل الحاجات دي في الامازون، كل شيء ب5 ريال. جولة الأمازون النهاردة ممتعة، حاجات كتيرة جدا مصورناهاش قبل كده. دي نوع من حافظات الطعام، طبعا دي تكفي لفرد واحد يعني فقط، انها صغيرة جدا. وهي الحبة ب5 ريال، 75 هردة. في منها الأحمر اللي هي دي، في الأزرق، في الأخضر، في أنواع يعني مختلفة. ده نوع مثلا، وده نوع تاني، الأحمر ده غير الأبيض ده. شوف شكلها عامل ازاي، اللي بتقفل دي نوع غير نوع يعني، أنواع مختلفة. شوف بعد ما فتحناها، احنا فتحناها بقى هنا اهي، شكلها دي حافظات، نوع من حافظات الطعام، ولكن هي حجمها صغير تكفي لفرد واحد يعني. 5 ريال، 75. الحاجات دي برضه يا جماعة اللي هي الألمونيا دي، ولكن تلاقوها خفيفة جدا يعني. في ناس برضه بتدور عليها، الحاجات دي هنا موجودة هنا اهي. كلها الألمونيا دي أو شبيهة الألمونيا يعني، مش عارف يعني. في حاجات أطباق، وفي حلل، وفي أكواب صغيرة. في برضو دي الكنكة، بنقول عليها الكنكة أو محضرة القهوة مثلا. في منها ألوان حلوة، البنفسجي والبني. وصلنا للمعالق برضو، أكتر حاجة هنا المعالق والسكاكين. دي حاجة للكريزة هي، وبعدها أداة نزع نوائل الكريز. هتلاقوا حاجات كده في الأجناب كده، هتلاقوها حاجات حلوة يعني. دي حافظات طعام بلاستيكية كلها. في هنا العلب دي الصغيرة، في منها الحجم الكبير برضه،
دي أنواع يعني كده مختلفة من حافظات الطعام. شايفين هنا في خمسة مع بعضيهم، دول خمسة مع بعضيهم، دول حافظات طعام برضو. ودي في المستطيل منها كمان، هنا موجود مستطيل، وفي هنا مستطيل، اتنين مع بعض أو تلاتة مع بعضيهم، أو الوحدة الكبير دي أو الحجم الكبير ده، ده كله ده حافظات طعام. في هنا برضو اللون الأحمر ده، ده كمان دي كلها حافظات طعام. دي اللي في ناس يعني طلبت مننا ان احنا نصور هنا حافظات الطعام اللي موجودة هنا. دي انواع برضو تانية، في حاجات كده زي اللانش بوكس كده للطلبة زي دي كده. دي كلها بقى لانش بوكس. ودي برضو هنا دي حافظة طعام برضو، أو دي للحلوى والبسكوت والفواكه الحاجات دي. في عرض خاص برضو عليها هنا. عرض خاص على صحون سيراميك ملون الاتنين حبة بخمسة ريال خمسة وسبعين هذا اللي هي قدامنا دي. دي صحون سيراميك عليها عرض خاص الاتنين حبة بخمسة ريال خمسة وسبعين هذا. ودي كانت آخر حاجة معانا في الجولة بتاعتنا النهاردة في الأمازون، كل شيء بخمسة ريال. أتمنى من كل الناس تكون استفادت بالجولة اللي عملناها النهاردة، والناس اللي طلبت منا إن إحنا نعمل جولات تانية بعد الجولة اللي إحنا عملناها الأسبوع اللي فات في الأمازون. أتمنى الناس كلها تكون استفادت بالعروض اللي قدمناها النهاردة في كل الأقسام اللي شفناها مع بعضينا. عروض حلوة جدا، كل شيء بخمسة ريال، وأسعار هي مش عروض، هي أسعار وعروض. في أسعار على طول بخمسة ريال، وفي عروض زي العروض اللي احنا شايفينها قدامنا دي، عرض على صحون السيراميك اللي هي الاتنين حبة بخمسة ريال. شوفكم بخير دايما، كنا معاكم من أمازون، كل شيء بخمسة ريال، قناة أقوى العروض في السعودية، جوكر العروض من كل مكان، نسر اليوتيوب. أشوفكم بخير، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.